الأهلي بيستعد للمونديال، واحنا بنستعد لأكبر تغطية حصرية لكل تفاصيله. أكبر النجوم وأهم المحللين هيكونوا ضيوف إسلام الشاطر مع هاني رمزي، أيمن شوقي، أسامة حسني، كريم كوجوك، ونهاوند سري. تدريبات الفريق وكواليسه وآخر أخبارنا في المونديال هينقلها لنا لحظة بلحظة الثلاثي مريم سميح، هنا أبو القاسم، سلا حامد. الخطط والتشكيل وأهم القرارات، الإحصائيات وتقييم الأداء مع أحمد ثابت. ولأننا دايما ترند هنتابع السوشيال ميديا كل أخبارها وتعليقاتها مع محمد فارس وأحمد أسامة. تابع، شجع، استمتع مع الأهلي في المونديال يوميا الساعة 10 مساء على قناة الأهلي.